وسهلا فيكم، حلقة جديدة من برنامجنا أتعلم لأعلم. برحب بهادي وسارة، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتابع شغلنا بوسائل الرياضيات. رح نعمل وسيلة لجدول الضرب بسيطة كتير وحلوة، رح تساعد الأم بتحبيب طفلة بهالجدول الضرب اللي كله بيأكل همه، بيعتبره أنه أكبر مشكلة بحياته. رح نشتغل، رح نقص دائرة بهالشكل هاد، بعد ما قصينا الدائرتين طبعا رح ناخذ الدائرة الداخلية رح نقسمها لعشرين قسم، 10 للأعداد وعشرة للأجوبة بالشكل هذا. قسمنا الدائرة بهالشكل لعشرين قسم. هلا رح اخذ واكتب الجدول اللي انا بدي اياه. طبعا مركز الدائرة كتير ضروري عندي حتى اقدر اوصل الدائرتين. هستخدم المسمار الفرنسي بالشكل هاد عشان تقدر الدائرتين يلفوا مع بعضهم بالشكل هاد. بالشكل هاد عشان تقدر الدائرتين تلف مع بعضها. متوفر بالأسواق، فينا نجيبه بشكل بسيط كتير. طبعا نحنا قبل ما اختار الجدول اكتبه بالشكل. كتبنا الاعداد من الواحد للعشرة. الاجوبة منتبه لشغلة كتير مهمة، ان الجواب ما ببلش واحد مثلا ضرب خمسة بحط خمسة هون، لا، بدي ابدأ من عند العشرة بكتب جواب الواحد، بكتبه جنب الرقم عشرة. يعني الرقم اللي بده يجي جنب الواحد هو 10 ضرب 5 بيجي 50 فوق. هالطريقة هي كثير ننتبه لهالقصة مشان تزبط معنا قصة الدائرة. الدائرة الأولى رح أعمل مربع مثلث مستطيل بشكل إنه يطلع عندي العدد والجواب نفس الوقت. فرق شكلين متقابلين تماما. الفراغ الأول بيكون للعدد والفراغ الثاني بيكون للجواب. بكتب عملية الضرب هون بالشكل هاد. مثلا جدول الخمسة، فعمل الضرب خمسة، يكون العدد معي هون. عملية اللي أنا بدي أعملها فينا نستخدم جمع طرح، كتير حلوة الوسيلة اللي عنا إياها. يعني اخترت الضرب لأنه كتير عم يعذب الأمهات توصيل الفكرة للطفل. الجواب عنا عملية الضرب،
الجدول اللي أنا اخترته 5 6 7 اللي أنا بدي إياه. كثير ضروري ننتبه لشغلة إنه أنا شوف طفلي بأي جدول هو ضعيف فيه. من الأرقام هالشكل هاد والأجوبة هالشكل هاد، الجواب الأخير هو الدعم الواحد والجواب الأول هو الدعم العشرة. هلأ منوصل الدائرتين مع بعضهم. عندي الرقم 3 ضرب 5 يساوي 15. هالطريقة هاي نحن عملنا هون عنا جدول للرقم 4 الطريقة هاي، عنا هون كمان عنا جدول. تفضل يا هاجي. رقم 2 رقم 4. شوف الجواب كيف وقت البلف، نبلش مثلا من الواحد ضرب 4 يساوي 4، بنزل 2 ضرب 4 يساوي 8، هالشكل هيك عدد عدد لحتى تنتهي عنا الدائرة بالرقم 10. تفضلي هادي لنشوف سارة شو عملت معنا اليوم. أشكال هندسية اليوم بالمعجون، شو عملتي يا سارة؟ أشكال هندسية. أشكال هندسية، شو عملتي أشكال هندسية؟ مربع، دائرة، مستطيل، هاي مثلث. مثلث، شكرا إليك. شكرا يا سارة. شكرا. شكرا هادي. فاصل ونرجع لكم. نتابع حلقتنا معكم اليوم مع جدول الضرب. ارتقيت اليوم اني اشتغل معكم بطريقة البازل، هي اللي الطريقة اللي كتير بحبها الاطفال، اللي هي طريقة الاختيار، طريقة يعرف الجواب من دون ما يكون جدول الضرب مرتب. احنا بنعرف كتير في طلاب تحفظوا بصم، لا، هون هذا البازل بيساعد الام انه طفله يعرف عن انه جدول ضرب عم نحكي وشو الجواب الصحيح اللي رح يعطينا اياه. طبعا رح نستخدم كرتون، رح نستخدم كاسات الورقية او كاسات بلاستيك، فضل الورقية لانه نحن بدنا نكتب عليها، وقلم التخطيط وكرتونة. طبعا مو ضروري يكون الشغل لوحة مرتبة، العشوائية كتير ضرورية فيها. بما اني رح استخدم الكاسات، رح اخذ كاسة بشكل بسيط كتير وارسم دوائر بشكل عشوائي على الكرتونة. طبعا نحن نعمل جدول واحد هون، طبعا الجواب رح نكتبه على الكاسات اللي اخترناها. يفضل انه كتير تختاري له كاسات تتعلق كمان بالشخصية اللي بيحبها. اذا مو متوفر كاسات بلاستيك عادية، فينا نلونها، فينا نحط عليها رسومات، نلزق له صور اللي بيحبها عليها، اي شيء بيختاره هو او بيحبه بيشتغل عليه. شكرا.
هلا انا رح اكتب اي شيء رح يخطر ببالنا. 2 ضرب 2 ساعدني. 3 ضرب 3 كتبناها يا سارة. 7 ضرب 4 طبعا حتى ننتبه لشغلة انه الطفل بيحب كتير انه يعرف في عملية تبادلية بالجدول الضرب، كتير خليه ينتبه عليها. الطريقة هاي بكتب انا بشكل عشوائي الجدول اللي انا بدي اياه. رح اخذ هلا الكاسات الورقيه اللي هذه رح يساعدني بكتابه الاجوبه، اكيد حافظ جدول الضرب اكثر مني. نبدا من الصف الاول. هذا اسال خربط له اياها طبعا، مو مرتب له اياها بالشكل هذا. نحن نشوف مثلا شو الجواب اللي انا بدي اياه. مثلا بقول له 4 ضرب 4 بيختار الكاسه اللي عليها رقم 4 بحط لي اياها فوق. 16 2 ضرب 2 4 بالشكل هذا. 6 ضرب 2 هي 12 شكلها. طبعا نحن عاملين وسيله بالايفا غير الكرتون، نحن على طول بنختار الوسيله السهله اللي موجوده والادوات اللي موجودين عند الام بهالطريقه هي. كمان نفس الشيء عملنا الاجوبه. تفضل هادي. كمان نفس الشيء عملنا الاجوبه بهالشكل هاد. 4 ضرب 2 منين نلاقيها 4 ضرب 2؟ اليوم نهينا الوسيلة التعليمية لجدول الضرب اللي هي دائرة جدول الضرب والبزل اللي بيساعد الأم كتير بإيصال فكرة الجدول لطفلة. وشكرا لكم، ورح ننتقل هلأ معكم لفقرة الشعر وتسريحة جديدة.